حصلت يقول لك انا النهارده عيد ميلادي فجاي مبسوط. انت مبسوط في ايه؟ عشان في هتجيلي هدايا، ماشي ده سبب اوكي منطقي، انما هل عيد ميلادك ده حاجه تفرح؟ خالص، ده انت كده قربت تموت يا ناصح. فرحان ان في سنه راحت، سنه راحت من عمرك فرحان بيها. يا رب ترزق الفرحه بعد